أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إطلاق المرصد الإحصائي المصري بيانات مصر بهدف رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. يوفر المرصد موقعا إلكترونيا يساعد الإعلاميين على الاطلاع على كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية لعرضها بأسلوب مبسط للمواطنين من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة. نشهد اليوم اطلاق اول مرصد احصائي مصري تحت عنوان بيانات مصر. الحقيقه ان هذا المرصد بياتي في اطار تفعيل استراتيجيه الدوله نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنميه قدراته ثقافيا وفكريا، بالإضافة للوعي الإحصائي أو تنمية الوعي الإحصائي لدى المواطن من خلال ترسيخ ثقافة أو الثقافة الرقمية لدى المواطن. كل المؤشرات زي ممكن يكون ملموسوح كمان في مسح مثلا الدخل والإنفاق، في جزء من أنها ممكن يكون في التعدادات، فهو بيجيب كل صورة حية لكل المؤشرات اللي بيصدرها الجهاز بحيث أن هو يوعي المواطن المصري، يعني هي وسيلة كوسيلة توعية للمواطن المصري إحصائياً.